Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. شكرا سيد الرئيس بدوري أتوجه إلى الشكر للحضورين الكريمين والشكر موصول للدكتورة أوليا الوزاني على كلمتها الترحيبية الطيبة وطبعا النقاش حول كتاب أستاذ مصطفى المعتصم دول في معرض التحول الجيوستراتيجية بداية أهنئه على هذا الإنتاج لأنه قليل طبعا سياسيين ما يدخلون يعني في هذه المغامرات لا يكتبون يعني في هذه المجالات هذه المجالات طبعا اشتغل بها المفكرون المتقدمون وان كانت طبعا يعني هذه التجربه هي في الغرب معروفه لان في الغرب ينتجون ويفكرون على هذه الحال يعني في قضايا متعدده اتمنى ان تكون طبعا يعني هذه المناقشه وهذا الاثراء زميلنا سي خالد بكري كتبنا هذه المناقشة طبعا نوعية تضيف إلى هذا الكتاب الهام مجموعة على كل حال من علامات الاستفهام وما أحوجنا طبعا لطرح الأسئلة الحقيقية لأن في العموم أن هذه القضايا ربما يعني تحتاج اليوم إلى الأسئلة يعني الصحيحة وربما حتى يعني الأجوبة هي ستكون صعبة لأن الأجوبة يعني نحن لا نتمكن على كل حال يعني من إعطاء أجوبة على قضايا بالغة التعقيد وخاصة أن مصطفى يعني حاول أن يقسم يعني هذا الكتاب إلى ثلاث أجزاء تمركز الجزء الأول على مقاربة يعني للمصلحة الدولية فيما الجزء الثاني حاول أن يقارب فيه الدول العربية إلى جانب الدول الإسلامية وفي الجزئية الثالثة من الكتاب حاول أن يطرح سؤالاً عريضاً إلى أي حد سنستطيع أن نحدد موقعنا على المساحة الدولية في سياق يعني هذه التحولات الجالية التحولات يعني طبعاً كلها طبعاً كما أشار الأستاذ المعتصم الكتاب أخذ يعني مصداقية كبرى يعني مع اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية وطبعا الكتاب يعني كتب يعني قبل اندلاع هذه الحرب وفيه درجة يعني من التوقع الكتاب فيه درجة يعني من التوقع أن النظام الدولي عفوا أن النظام الدولي الحالي اللي هو الحالة القطبية يعيش يعني مرحلة أزمة وهناك طبعا تحولات تتجه يعني بهذا النظام نحو وضعية جديدة لا زال حتى الخبراء والمتتبعين لم يقعوا على ما هو يعني الوضع أهو يعني التعدد يعني القطبي أم هي حالة انتقالية ربما ستتميز بنوع من الفوضى أم ستتقاسم على كل حال الدولي قوى يعني متعددة من مثل طبعا الصين روسيا الهند فنزويلا تركيا، إيران، إلى غير ذلك يعني فهناك يعني قوى عديدة يعني تحاول يعني بشكل أو بآخر أن تأخذ يعني موقعها على المسرح الدولي. طبعا تعلمون يعني كما يقال أن لكل عصر ذهبي نهايته، وكلما كان العصر أكثر بريقا وتبهجا كلما كانت نهايته أشد اشتعالا. طبعا العالم يعني كان ثنائي القطبية وكان نوع يعني على كل حال من الاستقرار وكما أشار الأستاذ المعتصم العالم الإسلامي حاول بشكل أو بآخر أن يستفيد يعني من الثنائية القطبية لكن طبعا عندما تحول النظام الدولي إلى القطب يعني الواحد وأصبحت الولايات المتحدة على رأس يعني المساحة الدولي طبعا عشنا يعني حروب يعني كثيرة وهو ما أشار إليه على أن الولايات المتحدة لم تتمكن من ضبط يعني النظام الدولي معنى ذلك أن درجة الاستقرار في النظام الدولي لم تكن جيدة على اعتبار أن الولايات المتحدة خاضت يعني حروب يعني تدخلت يعني بالعراق تدخلت يعني بأفغانستان وهي الآن تدعم يعني نوع على كل حال من الفوضى في مواقع معينة لا أريد طبعا أن أطرح نقاشا بالغ التعقيد حول ما عاشته المنطقة يعني وما سمي يعني بالربيع العربي
هل هو كان ربيعا عربيا يعني حقيقيا، وبالتالي ان الدول العربية والشعوب يعني تحديدا كان لها الحق في ان تطالب بالحرية والديمقراطية، ام ان كل يعني هذه الصورة يعني كانت على كل حال مصنوعة بطريقة معينة وحاولت بشكل او باخر ان تنقل هذه المنطقة الى مرحلة يعني من الفوضى يعني العالمة، على اعتبار ان مخرجات لهذه المرحلة وان كانت شعاراتها سليمة وحقيقية، لان الشعوب العربية عاشت الاستبداد، عاشت ضعف يعني الكرامة، عاشت التطلع نحو الحرية وحرية التعبير الى غير ذلك، ولكن في النهاية لاحظنا كيف ان هذا الوطن العربي دخل مرحلة من الضياع من الفوضى، وانعكست يعني كل يعني هذه المنطلقات التي حددت اهداف هي على كل حال طموحات الشعوب يعني العربية العريضة، ولكن انقلبت الى العكس، وعشنا طبعا اشياء لا يمكن الا ان نقول انها اعادت عقارب يعني الوطن العربي الى الوراء. كذلك لا شك اننا نعيش اليوم يعني في عالم متغير، فحقبة الثنائية القطبية كما قلت التي طبعت النظام الدولي هي الان على الاقل يعني تعيش يعني مرحلة دقيقة، وهناك على كل حال شبه يعني اجماع على اننا ننتقل الى مرحلة على كل حال جديدة، ربما يعني ستكون فيها قوة يعني متعددة. طبعا يعني العلاقات الدولية، في العلاقات الدولية معروف بأن هناك مدارس كبرى تحاول بشكل أو بآخر أن تقارب يعني هذه المواضيع. هناك طبعا يعني المدرسة الواقعية، المدرسة الواقعية إلى جانب المدرسة الليبرالية. المدرسة الواقعية لم تكن تضع يعني في حسبانها أن يصير النظام الدولي إلى كتلة واحدة، وبالتالي طبعا هذا التحول الذي انتقل فيه النظام يعني الدولي من الثنائية إلى أحادي القطبية، المدرسة الواقعية يعني تفاجأت ولم تكن لديها إذا أردنا القول يعني بعض القراءات يعني لهذا الوضع، كيف يعني سيكون يعني العالم يعني بقوة واحدة، على اعتبار أن المدرسة الواقعية تتجه بمبدأ واحد وهو يعني تعدد القوى على مستوى المسرح يعني الدولي. المدرسة الليبرالية هي بالمقابل هللت يعني لهذا الانتصار، اعتبرت بأن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تحطم الاتحاد السوفيتي وانتهى العالم إلى قيادة واحدة وهي طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، فهم اعتبروا ذلك انتصارا. وما دعنا على كل الحال نقرأ يعني انتاجات يعني مثل فرانسيس فوكوياما حينما يتحدث عن نهاية التاريخ، وكذلك يعني اطلعنا على كتاب صامويل هانتنغتون حينما كتب صدام الحضارات، وكتاب اخرين يعني قائمه على كل حال تطول يعني لهؤلاء الذين حاولوا بشكل او باخر ان ينتصروا لهذه الحقبه، وبان الولايات المتحده تمكنت يعني من حسم يعني الصراع يعني لصالحها، واليوم ليس هناك على كل حال من خيار سوى الخيار يعني الليبرالي. فثوائل النظام الدولي يعني في الاعتبار الليبرالي طبعا هو رغم على كل حال نشوة يعني الانتصار، ولكن لما بدأت الأمور يعني تسير يعني في اتجاهات غير يعني مطمئنة، بدأت يعني هذه المدرسة تتحدث بأن فواعل النظام الدولي ليس هو فقط يعني القوى الدولية، وإنما هناك مؤسسات شركات. إذا بدأت يعني هذه المدرسة تتحدث عن فواعل يعني متعددة، على اعتبار أن هذا النظام الدولي ممكن أن يكون أحادي القطبية على المستوى العسكري، ولكن على المستوى الاقتصادي ممكن أن يكون يعني متعددا. وانظروا كيف يعني هذه المدرسة الليبرالية حاولت أن تنتصر كذلك لقوة الولايات المتحدة بأن الإمساك يعني بالقوة العسكرية ستبقى على ملكية الولايات المتحدة، بينما ممكن أن هذا النظام يكون يعني متعددا على المستوى الاقتصادي. طبعا
هذا الوضع أثرى النقاش إلى درجة أن ظهرت يعني بعض، لا أقول بأنها نظرية جديدة، ولكن بدأت تظهر يعني بعض الاجتهادات من المدرسة الليبرالية والمدرسة الواقعية، بدأت تظهر يعني معالجات ومقاربات يعني أخرى تحاول يعني بشكل أو بآخر أن تقوم بدمج كل يعني هذه الأشياء يعني في قراءة واحدة، لعلها المهم تصل إلى تقديم يعني قراءة ضافية لما يقع اليوم يعني في الرقعة الدولية. وطبعا هناك يعني من يرى بأن النظام الدولي يشهد صراع تنافسي بين الولايات المتحدة وبين الصين، هناك من يضيف يعني روسيا، وهناك من يعتقد بأن النظام يعني سيقف يعني على نظام ثلاثي يعني الأقطاب، الولايات المتحدة والصين وروسيا. هناك من يضيف إليها كما قلت اليابان، الاتحاد الأوروبي، البرازيل، المكسيك، إيران، تركيا وجنوب أفريقيا، إلى أن يصبح النظام متعدد يعني الأقطاب. صحيح أن ما يشير إليه الأستاذ مصطفى المختصر من كون الولايات المتحدة رغم فشلها في بناء الإمبراطورية لا يعني أنها انتهت، إنما أقول أنها في طور معاناة من خصوم شرسين وتحديدا الصين وروسيا وحلفائهم. طبعا حينما ذكر الأستاذ مصطفى المختصر بأن الولايات المتحدة هي فشلت على مدار هذه الحقبة يعني في ضبط النظام يعني الدولي، وطبعا حتى في القراءة الاستراتيجية التي خلصت إليها الولايات المتحدة الأمريكية نجد بأنها أعطت يعني الأولوية للصين، هي تعتبر يعني الصين منافس ويجب يعني أن تتخذ منه حيطة يعني كبرى، وكذلك يعني فهي لا تزيح يعني روسيا، لا تزيح روسيا لأنها تعتبر بأن روسيا على الأقل يعني المخاطر ديالها فيما يرتبط بالسلاح النووي هو بالغ التعقيد. فنعلم بأن روسيا تتوفر يعني على رؤوس نووية ترتفع الرؤوس النووية التي عند الولايات المتحدة، رغم أن طبعا معروف بأن يعني هذه الدول لا يمكن أن تتجه نحو يعني ما يمكن أن نسميه بالهاوية، لأن استعمال يعني السلاح النووي هو هاوية، ولكن تهديد يعني باستعمال السلاح النووي كما فعل يعني بوتين هو يعمل على إضافة أماكن يعني جديدة في المفاوضات التي أعتقد بأنها آتية ضاربة بها، بمعنى أن الحرب الأوكرانية الروسية وما يقع اليوم يعني على الأراضي الروسية هي حرب عالمية ثالثة بطريقة يعني ملكية. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هي تعمل على تسليح يعني أوكرانيا، وربما فتحت المجال أمام يعني بين قوسين مرتزقة يعني للدخول للأراضي يعني الأوكرانية ليحاولوا بشكل أو بآخر إتعاب يعني روسيا في هذه المعركة، ولكن هذه المعركة حتما يعني ستنقل يعني هذه القوة إلى مفاوضات، وربما هذه المفاوضات ستساهم يعني في اتضاح الصورة التي سينتهي إليها أو ستنتهي إليها يعني الخارطة الدولية. هي حرب على الأرجح أو عفوا هي حرب على الأرجح تحاول فيها الولايات المتحدة كما قلت إنهاء روسيا واختبار يعني قوة صبرها، وكذلك إلى أي حد ممكن يعني أن تصمد فيها، لأن طبعا ربما حتى في القراءات مراكز البحث الأمريكية ربما يكونوا يتوقعون هذه القوة يعني من روسيا، ربما فوجئوا. ولاحظوا معي أن البدايات بدايات الحرب أن روسيا لم تدخل ولم تضرب كذلك يعني العاصمة كييف، وكييف يعني في بداية الحرب كانت يعني عاصمة أشباح لم يكن يعني يوجد بها أحد. لماذا؟ لأن كان على الأقل السكان مدنيون كانوا يتوقعون ربما يعني قصفا يعني جوي إلى غير ذلك، ولكن روسيا حاولت أن توفر العاصمة كييف ولم تمس يعني لم تمسها يعني ب أو لم تمسها يعني بجوي. طبعا حينما يعني ضربت أوكرانيا أو طبعا يعني جهات أخرى نعلمها أو لا نعلمها ضربت يعني البرج
فاعتبرت روسيا بان هذا خطر او الجسر عفوا يعني الجسر يعني الجسر طبعا الجسر اعتبرت يعني روسيا بان هذا خطا يعني احمر وبالتالي هجمت يعني على كييف ولاحظنا كيف ان حولت كييف الى ساحه يعني حرب. اذا يعني قلت بان الولايات المتحده حينما يعني تختبر قوه يعني روسيا وربما مع يعني التهديد باللجوء كذلك اذا تجاوزت الولايات المتحده يعني الحد لان حتى السلاح لاحظنا بانها تمد اوكرانيا يعني باسلحه يعني متوسطه لا تمدها يعني باسلحه ممكن مثلا ان تهدد عمق روسيا فما تحتاج يعني صواريخ متوسطه او بعيده يعني المدى الى غير ذلك. فقلت بان الامور هي تتجه والكبار يتعاملون يعني بمنطق معين حتما سينتهي الى اجراء المفاوضات. وحتى بوتين يعني صرح ربما امس بان قال بانهم سياتون الى المفاوضات اما اجلا او عاجلا او اجلا. فهو يعرف بان يعني كل يعني هذه الاشياء هي ستفضي يعني الاطراف يعني القويه الى مفاوضات حتى تكون هناك على كل حال يعني تفاهما على هذا المجال. طبعا ما نشهده اليوم في الحرب يعني الاوكرانيه الروسيه هو نفسه ما شهده العالم يعني في ستينيات القرن الماضي سنه 1962 حينما الاتحاد السوفيتي كان يريد ان يضع يعني صواريخ يعني في كوبا. وطبعا لاحظنا كيف ان الولايات المتحده قامت بمنع يعني هذه العمليه وهددت هي الاخرى باستعمال السلاح النووي لانها اعتبرت بان وضع يعني صواريخ في كوبا هو تهديد للامن القومي الامريكي. روسيا اليوم هي الاخرى استبقت. لماذا؟ لان حلف الناتو كان يريد ان يضع يعني صواريخ يعني على الاراضي الاوكرانية. وماذا يعني هذا؟ يعني هذا تهديد يعني مباشر يعني لروسيا ومحاولة يعني محاصرتها يعني في جانب يعني ضيق. إذا قلت بأن يعني هذا الأمر هذا هو نفسه الذي وقع سنة 1962. السي مصطفى المعتصم هو حاول طبعا أن يطلع يعني على أهم إنتاجات ألكسندر دوزير، وهذا طبعاً يعتبر الآن المستشار الأساس لبوتين. فألكسندر دوزير يعني هذا الفيلسوف، هذا العالم، هذا اللي طبعاً الغرب يقدر الخطورة يعني ما ينتجه، طبعاً يعني حاول الغرب أن يغتال ألكسندر دوزير وكان باختيار يعني ابنته وكان سيكون معها في السيارة، ولكن شاءت الأحرار أن يجوا يعني ألكسندر دوزير من هذه محاولة الاغتيال. طبعاً ألكسندر دوزير لا يرى أن بإمكان روسيا أن تصبح يعني قطباً سياسياً في غياب أوكرانيا. طبعاً يعني إذا يعني بنى يعني نظريته العامة حول يعني هذا الأساس فهو وطبعا ليس هو فقط اللي قال هذا الشيء قاله قبله يعني بريجينسكي قال بأن الذي سيسيطر يعني على أوكرانيا ربما يعني في 1994 قال يعني هذا الأمر هذا سيسيطر يعني على المنطقة. وأنا عارف بأن جيو استراتيجية يعني هذه المنطقة يعني جد يعني حيوية لا بالنسبة للولايات المتحدة التي ترى في نفسها يعني قوة يجب أن تستمر سيطرتها وهيمنتها يعني على المصلحة الدولي، ولا بالنسبة لروسيا التي تتطلع لإعادة بناء قوتها حتى تكون شريكا على مستوى الإدارة إذا شئنا العالمية. طبعا ألكسندر دوزير في كتابه الخلاص من الغرب تتميز نظرته إلى الأوراسيا. طبعا الأوراسيا ألكسندر دوزير يطرحها أمام الليبرالية، فهو يعتبر بأن الأوراسيا اعتبارها على كل حال أطروحة يعني جامعة هي تشمل حضارات أربع، حضارة يعني الروسية، الصينية، الهندية والإيرانية،
ويرى في كون هذه الحضارات دوما كانت ضد الحضارات البحريه، وفي زمن تراجع الايديولوجيات دومينيو الشعبي الحركه الثقافيه الاوراسيه التي تشمل حركه ثقافيه فلسفيه سياسيه معاديه للليبراليه وللحضارات الاطلسيه. دوغين يشير كذلك الى نهايه يعني الاطلسيه وسياده الاوراسيه، لكنه يوضح ان الاوراسيه لا تؤمن بالانفراد بالعالم ولا تدعي. وطبعا انا اعتقد بان حتى روسيا بوتين فهي لا تؤمن بهيمنتها يعني على المصلحه الدولي، وانما هي تريد ان تستعيد يعني نوع من القوه وتصبح يعني شريك الى جانب يعني الولايات المتحده والصين. طبعا ربما مهمه الولايات المتحده الامريكيه، وهذه النقاط يعني تفضل بها الاستاذ المعتصم حينما قال بان الولايات المتحده يعني فشلت، وربما يعني فشل الولايات المتحده يزداد يعني هذا الفشل حينما يصرح يعني امس الرئيس الصيني بان العلاقه التي تربطه يعني بروسيا علاقه يعني استراتيجيه، وبان الصين ستدعم روسيا لاستعاده مكانتها على مستوى المصلحه الدولي. اذا اقول بان ما يقع اليوم على مستوى الحرب الاوكرانيه الروسيه هي اشياء تم يعني التحضير لها بطريقه كبيره جدا. لا اعتقد بان روسيا دخلت الحرب بتفكير سريع. بوتين يعني تامل الامر يعني جيدا، فنحن نعلم بان في 2014 دخل بوتين الى القرم، وهذه كانت على كل حال يعني بدايه. ولاحظوا ان الولايات المتحده استعملت يعني كل الطرق حتى تضع يعني روسيا يعني في الخانه الضيقه. لماذا؟ لان حينما سقط الاتحاد السوفيتي كانت هناك يعني اتفاقيات مع الولايات المتحده ان لا يتسع حلف الناتو في اوروبا الشقيقه، ولكن الولايات المتحده يعني تجاوزت يعني هذا الاتفاق، وتحت الناحيه يعني القانونيه حاولوا ان يقدموا يعني قراءه على كل حال فيها درجه يعني من الخبث يعني الكبير، حينما قالت الولايات المتحده الامريكيه بان الاتفاق كان ثنائيا بين الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي، واليوم ليس هناك اتحاد سوفيتي. لم يعد موجود شيء اسمه الاتحاد السوفيتي، اذا فالاتفاق كان بين طرفين، طرف هذا الاتفاق لم يبقى موجودا، وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه في حل يعني من هذا الاتفاق واعطت لنفسها بين قوسين يعني شرعيه حتى يعني تحاول بشكل او باخر ان تحصر روسيا يعني في الخانه يعني الضيقه، وحتى على كل حال لا تتمكن يعني روسيا من استعاده على كل حال يعني دورها الاساس على مستوى المصلحه الدوليه. النقطة طبعا يعني الثانية التي أثارها الأستاذ المعتصم، فطبعا هنا يعني سأشير إلى بعض النقاط، لأن ما قدمه الأستاذ المعتصم طبعا يعني هو قيم يعني للغاية. أنا أقول بأن هذا الكتاب هو بحث فيه رسم وفيه معلومات ضخمة حاول التتبع واقتفاء البلدان بلدا بلدا، ويحتاجه على كل حال يعني الطلاب يعني الباحثون. لماذا؟ لان المعرفه على كل حال التاريخيه والجغرافيه اساسيه، وحتى يعني طبعا يعني المعطيات الديموغرافيه اللي طبعا موجوده في الكتاب تعتبر يعني هامه. انا اقول فيما يرتبط على كل حال بالقسم المرتبط يعني بالعالم العالم والإسلام. طبعا هذا العالم حينما نتحدث عن العالم يعني العربي على سبيل المثال، فنحن نتحدث عنه في كل طبعا يعني الكتابات بأنه عالم مرتبط يعني بالغرب، والقرار السيادي ليس يعني مستقلا إلى غير ذلك. على كل حال من الأشياء ليست هناك ديمقراطية، هناك استبداد، هناك فساد، هناك 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 إلى غير ذلك. وأنا أقول بأن
العالم العربي حينما نتحدث عنه يجب اولا ان نقدم يعني بعض يعني المعطيات التي هي في الحقيقه اساسيه في تقديري، على الاقل في تقديري اساسيه، لان يجب يعني التعرف على هذه المنطقه، لانها منطقه اولا جيو استراتيجيه اساسيه، وممكن ان يكون لها طبعا يعني دور اذا ما تحملت النخاع السياسيه او المثقفين المفكرين يعني فحملوا كذلك يعني مسؤوليتهم حتى نتمكن جميعا يعني من النهوض يعني بهذه المنطقه، وتكون على كل حال منطقه تتوفر يعني على امنها القومي، تتوفر على استعمال خيراتها استعمالا يعني جيدا، ومنطقه لا تضيع على كل حال الثروات البشريه ولا الانسانيه. وطبعا الاستاذ المعتصم حينما اشار الى التجمعتين الاقليميه، التجمعات الاقليميه جيده، ممكن طبعا يعني هذه التجمعات الاقليميه ان تكون يعني مرحله، حتى القوميه العربيه حينما كانوا يناقشون لم جزء منهم على الاقل لم يكن يعترض يعني على التجمعات الاقليميه، ولكن في اطار تصور يعني شامل يصب يعني في منحة توحيد يعني المنطقه ويكون لها على كل حال وحده يعني كامله. قلت لابد من الاشاره الى ممكنات هذه المنطقه التي يجمعها اولا الدين واللغه والمصير المشترك. تمتد هذه المنطقه من المحيط الاطلسي الى المحيط الهندي، ومساحتها توازي 13.5 مليون كيلومتر مربع، في المرتبه الثانيه بعد الاتحاد الروسي الذي تبلغ مساحته 16 مليون كيلومتر مربع. بالنسبه للامن القومي، هذه المنطقه تمتد على محيطين وخمسه ابحار، البحر المتوسط، الاحمر، الخليج العربي، بحر قزوين والبحر الاسود. ثقل قاري اساسي يجعلها دولة عظمى على الصعيد الجغرافي والامن الجيوسياسي. السكان عدد العرب يتجاوز 436 مليون، وقد يصل في 2050 الى اكثر من 633 مليون، وفي نهايه القرن قد يقترب من مليار. اليوم هذه الكتلة هي الثانية في العالم بعد الصين والهند. سكان الوطن العربي يتوزعون نسبة 78 في افريقيا و22 في اسيا. نسبة نمو السكان 2.1% سنويا هو الأعلى، وهو أعلى من نمو الولايات المتحدة التي لا تتجاوز 0.9، الصين 0.5. الدولتان العملاقتان الشيخان، بينما الدول العربية شابة أكثر من 29% لا يتجاوز سنهم 14 سنة في 2020، وهي أعلى نسب من المتوسط العالمي الذي يبلغ 25%. الناتج الداخلي الإجمالي لجميع الدول العربية هو 25 تريليون دولار، ويأتي في المرتبة الثامنة عالميا. الناتج الداخلي الإجمالي على قاعدة القوة الشرائية هو 6 تريليون دولار، و يأتي يعني في المرحلة الرابعة عالميا بعد الصين 24 تريليون، والولايات المتحدة 20.8، والهند 8.9. ويمكن مضاعفة النتيجة الداخلي العربي في حال تحقيق وحدة عربية. عسكريا يبلغ عدد القوات المسلحة أكثر من 2.2 مليون عنصر، وهو يجعل الدول العربية في المرتبة الأولى في العالم قبل روسيا والولايات المتحدة. هذه معطيات تبرز إلى جانب الامتداد الجغرافي ووحدة الدين واللغة والتاريخ مدى أهمية المنطقة يعني العربية. وطبعا يعني كل التراجع والتمزيق والتقسيم هو يعتبر يعني مخاطر يعني تتعاظم، والاستجابه يعني للمطالب مطالب يعني الوحده يعتبر يعني اساسيا. طبعا يصعب الحديث عن دور هذه المنطقه في الصراع الجاري اليوم على المسرح الدولي. العالم يتغير والقوى الصاعده تعمل على كل ما بوسعها ليكون لها دور في النظام الدولي الجديد، والعرب محكوم عليهم او حكموا على انفسهم بان يظلوا يعني ضعفاء. كل ما لديهم من قوه وامكانات هي معطله. طبعا الاستاذ المعتصم قام برصد كل ما كما قلت ما حدث في العشر سنوات،
يعتبر بأن الربيع العربي أو ما عاشته يعني المنطقة يعني أدخلنا يعني في بوتقة، وإن كان أشار على كل حال بأن الشعوب يعني من حقها هو يعترض مثلا على القراءة يعني أو ما يمكن أن نسميه بالقراءة يعني التأمرية التي تقول بأن ما عاشه يعني الوطن العربي هو مؤامرة. طبعا هو يقول بأن الشعوب يعني من حقها أن تنتفي، الشعوب من حقها أن تطالب، الشعوب من حقها كذلك أن يكون لها جزء يعني في القرار السياسي بأن تشارك، يكون لها الحق في انتخابات يعني نزيهة، يكون لها الحق في التمثيل يعني السليم. طبعا المنطقة العربية كلها تعاني على كل حال من تعقيدات كبيرة يعني على هذا المستوى، وإن كانت على كل حال الدور الذي يمكن يعني أن تقوم به يعني المنطقة على الأقل لا يبدو. الأستاذ معتصم يقول بأن إذا كان يمكن أن يأتي يعني التغيير يمكن أن يأتي من خارج يعني هذه المنطقة، أي يعني من ربما العالم الذي فيه يعني قوة تلعب يعني دورا أساسيا مثل تركيا، باكستان، إيران، على الأقل يعني هذه القوة لها يعني حضور تؤثر على الأقل على المستوى الإقليمي، وليست يعني تابعة يعني كما نقول مثل يعني الدول يعني العربية. إذا أنا ما أريد يعني أن أقول يعني في هذا النطاق هو أن الكتاب حاول أن يقدم لنا يعني قراءة لمجمل يعني ما يحدث. الكتاب امتح يعني النوع يعني من الشرعية على اعتبار أن تحرك المسرح الدولي يعني الحرب أعطى بشكل أو بآخر للدول يعني الكبرى يعني أن تتوقع ما سيحدث من تغيير على المسرح يعني الدولي. والكتاب على كل حال وضع يعني أمامنا أسئلة كما قلت ربما سيصعب مقاربتها. هل يعني المنطقة ستكون يعني حاضرة في التحولات يعني الجارية؟ هل ستتمكن يعني من أن تأخذ يعني مكانها أم ستتأخر يعني مرحلة ثانية؟ طبعا نحن نعلم جميعا أن المعضلات يعني الكبيرة والتي أشار إليها الأستاذ يعني المعتصم على الأقل هو يطرح بأن هذا العالم يجب أن يتصالح مع نفسه، يعني أشياء يعني كثيرة ولكنها يعني كبيرة كحجم يعني جبال المصالحة، لأن هذا العالم لماذا يعني تأخر؟ لأنه هو عالم منقسم على نفسه، فيه صراعات. إذا أردنا أن نتحدث وأن نوسع يعني أكثر، فالعالم العربي أصبح اليوم في قبضة دول إقليمية، جزء يعني توجه إلى إيران، جزء إلى تركيا، جزء إلى الكيان يعني الصهيوني، وهذا واقع اليوم يعني لا يمكن يعني أن نخفي. كيف يمكن لنا يعني أن نقارب يعني هذا هذه الدول ونقول بأنها مسكونة على كل حال يعني بأن يكون لها يعني وضع يعني جديد على المسرح الدولي؟ طبعا مسألة يعني كما قلت يعني المصالحة، هناك يعني نزاعات يعني بينية يعني في العالم العربي كثيرة بدون حلول. احنا في منطقتنا أو في بلادنا هناك نزاع طبعا حامل وطيس بين المغرب يعني والبوليزاريو والجزائر على خلفية الصحراء المغربية. طبعا المعتصم يشير كذلك إلى يجب أن نجرب طرق أخرى جديدة يعني في التنمية. المشروع النووي الجديد لا في المغرب ولا في بلدان أخرى هو يتحرك وفق يعني الأنماط التي يعني حددت، واللي طبعا رغم كل يعني المساهمات لاقتصاديين يعني مغاربة وغيرهم يعني تحدثوا كثيرا في أن المشروع يعني النووي الجديد لم يخرج يعني على نطاق يعني المشاريع التي انتهت إلى الفشل، يجب يعني أن نغير ونعيد، وهو نفس الأمر الذي تفضل به الأستاذ يعني المعتصم. إذا يعني كل يعني هذه المعطيات يعني تصعب يعني أمامنا بأن هذا العالم يمكن أن ينتقل إلى
وضع أفضل ربما يحدد فيه دوره على مستوى الخارطة الدولية. يعني أنهي يعني في هذا الحدود وأتكلم من السيد الرئيس. شكرا.